لسه مكمل معاك يا بريب وان، وتعالى نشوف اللي تشوز النهارده لكل الاكزامز اللي موجوده. هنبدا ان شاء الله من اول اكزام 1 في بيت باي بيت وبيج نمبر 291. هنبدا مع جنى. ذا فور ميكينج بيتزا ويز ايزي انستراكشن. لا ايه؟ ها ريسيبي اللي هي الوصفه، لكن انستراكشنز دي معناها التعليمات، فانا اكيد مش هاخد تعليمات وانا بعمل بيتزا، مش هاجي او مثلا اخد تعليمات اقول له لو سمحت لف يمين او خليك شمال او اقف على ايه على جنب الصينيه. يلا يا كريم. محمد صلاح is very good at goals. حط بقى معلومه كده، اول معلومه معاك ان كلمه goals لما تشوفها حط قبلها كلمه scoring على طول. هات لي حسين. We went a boat trip last week. رحلة in no هتبقى on a trip. on يا شباب مش in. هات اللي بعديها. social studies and science are school subject. يبقى هنا هقول له school subject دي لأن دي دراسات اجتماعية. هات اللي بعديها. أحمد and علي are playing together. ليه؟ لأن هو قال لي هنا in the study room now. أحمد and علي مش موافق. هات لي كريم. two is to sleep for a time in a tent. كامب. يبقى هنا يا شباب حاجة لها علاقة بالتنت هي الكامب اللي هو يعسكر. هات اللي بعديها. number seven. put rice and water in a before cooking rice pudding. هنحط مين عليه الدور؟ حسين. rice والwater دول in a before cooking rice. لا مش هحطهم في فنجان ولا هحطهم في معلقة شاي ولا هحطهم في شنطة، هحطهم في سوسبان. هات اللي بعديها. يوسف. آية is not very good at science. She is very good at English. Because. طيب مش هنا دي فيها نط ودي ما فيهاش؟ يبقى هنا على طول اقول بط. آية ده هي كويسة جدا في الساينس بس هي مش كويسة في الانجليش. هات اللي بعديها. I with dolphin in Hurghada last summer. هناخد مين؟ يبقى انت هنا هتقول لي الباست بتاع اللي هو سوام، يبقى هات لي هنا جانا سوام. at the moment يبقى يا شباب at the moment at the present time look now كل الحاجات دي فيربو بلس هيني جي وقبليها لازم ام ويز وار. هنبقى اكسلنت. يبقى هنا ار listening. طيب ده ما اتحلش من ضمن الاكزامز، تعال نبص عليه برضه. هو طبعا احنا النهارده بنبص على اللي تشوز بس ده جه في الرجلين كده. it's not my camera. My is new. ركز بقى عشان نقول هحل انا دي يا حسين، خليك معايا فيها. بص يا شباب انت هنا واخد ان كلمه ماين دي بتيجي في اخر الجمله، الكلام ده طبعا غلط مش صح يا كريم. امال الصح يا جنى؟ كلمه ماين ده اهي المفروض ان هي لما تيجي ما يكونش بعديها نون، ما يكونش بعديها نون. اوكي يعني الاولانيه ماي كاميرا، يبقى انا دي هقول له ماين. اوكي هقول له مين حتى لو جت في النص. اه حتى لو جت في النص. اوكي ليه؟ لان بعدها از مفيش نون ولا حاجه. she doesn't have some meat. احنا قلنا ايه اللي بيجي مع نوت؟ يبقى اني. does she like؟ احنا قلنا اي فيرب بعد like يبقى برافو عليك ing. طيب ايه تاني يا مستر؟ لما يجي في اول الجمله يقول لي ايه؟ هقول له don't مش هقول له doesn't. don't. اوكي كمل معايا. احنا كده خلصنا تيست 1، تعال نشوف تيست 2. يلا يا جنى ركزي اكتر. مين عليه الدور؟ يوسف ولا مين؟ حسين. طيب هنا هو بيقول لي A is something that you don't want to tell people about. يا ترى ايه اللي انت مش عايز تحكي للناس عنه؟ secret. secret. excellent. عادل uses A because he can't walk. fine. لا والله هو مش عارف يمشي هيستخدم عجلة اكيد. لا غلط. wheelchair. wheelchair. wheelchair اللي هي ايه؟ اللي هو الكرسي ابو عجل، لكن ارمي تشير ده اللي هو كرسي بمسند. اوكي ركز كمل يا شباب معايا. things you buy to remember a holiday are called souvenirs. souvenirs يبقى دي الحاجات اللي انت بتتذكر بيها الرحلات بتاعتك.
أيمن plays the drums in famous band. In famous band. يبقى هو هنا هو يا شباب band اللي هي الفرقة الموسيقية. الله ينور. ماشي. هات اللي بعديها يا شباب. When I was young I built on the beach. اللي ليه علاقة بالبيتش في دول. حسين. الله ينور. سان كاسل اللي هي القلعة الرملية. My mother's food has good firm type taste. أي واحدة؟ ربع واحدة. أيوة تيست اللي هي له مذاق جيد. كمل معايا. يلا يا جنى. We video calls with our cousins who live in England. We make ولا take ولا write ولا send. Make معناها يصنع. أوكي. هات لي كريم. Did you يبقى ما تنساش يا شباب بعد do does we did we don't do doesn't we didn't six دول بعديهم الفيرب في الانفينيتيف فانا هقول له باي. هات اللي بعديها you should your teeth before you sleep every day. مين؟ حسين. clean be صح يا حسين. طيب خليك معايا. انت خدت معايا قبل كده المودلز يا شباب صح؟ خدت معايا المودلز. ايه المودلز دي؟ مش انت خدت معايا في الديالوج هيلبنج فيربس وكنا احنا مقسمينهم لبارتين اللي هو فيرب تو بي وفيرب تو هاف وفيرب تو هاد وفيرب تو دو وبعد كده تحت كنا كاتبين المودلز اللي هم كان كود وشال شود ويل وود والكلام ده. طيب الفيربس ده اهي كلها بعدها انفينيتيف عشان نخلص بقى الكلام. يعني كان انفينيتيف كانت انفينيتيف كنت انفينيتيف ويل would كل ده infinitive shall should infinitive should infinitive يبقى دول كلهم اتحسم الامر اهو عشان ما نقعدش نرغي كتير فيهم. اي كلمه او اي فيرب وطبعا بيجي بعدهم افعال اي فيرب بعد الحاجات المودلز دي هنسميها مودلز بقى عشان مش هقعد اقول كان كود وشد وشد والكلام ده. المودلز دول هيجي بعدهم infinitive. طب ليه انت بتقول كده؟ عشان هتلاقي في الاكزامز اللي جايه كمان شويه هتلاقي في كان وتلاقي في كانت وتلاقي الكلام ده كله. كمل اللي بعديها. We all love great country Egypt. We. مين هيقول بتاعتك هتبقى ايه؟ We. طيب هقول لك ازاي we في النص وهو الراجل كاتب we في الاول. يعني لوجيكال كده لا. ليه؟ لان احنا قلنا الاخوات السبعه اللي هم I وwe ويو وthey وhe وshe وit دول بيجوا في اول الجمله حاجزين اول الجمله عشان يجوا يخشوا في نص الجمله بيتحولوا لحاجه اسمها object. Object to pronouns اللي هم مين؟ الاي بتتحول لمي وهي بتتحول لهم وشي بتتحول لهير. طب انا هنا يا عم انا مش عايز ده كله. امال انا عايز ايه؟ انا عايز اتكلم عن الملكيه. فانا هنا هقول اور ليه يا مستر محمد عشان بعديها نون. اوكي؟ وي اول لاف اور جريت كانتري ايجيبت. احنا كلنا بنحب بلدنا يبقى اور. ركز يا مستر. هات لي دي. Does your father sleeping at the moment؟ No. احنا قلنا at the moment؟ Did. يبقى is. عرفت منين يا دكتوره جنى؟ مش الفيرب ده في ing؟ طب ازاي احط له do does؟ ازاي احط له did؟ فخلي بالك من التفاصيل الصغيره دي عشان دي بتوقع. في بقى حاجه ثانيه وقعت يا كريم الناس، ايه هي؟ الناس بص كده للكلمه بتاعت your father دي، الناس بتتلخبط ما بين your father و you. يا حبيبي you دي بتاخد r اتفقنا، لكن your father اشوف بقى ده father ده اللي هو هي، your mother mother دي اللي هي she، your cat cat دي اللي هي it، ففي الحاله دي ياخدوا is. ها طيب كمل. We haven't got some eggs in the fridge. مين؟ يبقى انت هتاخد مين هنا؟ هتاخد any. any انا خدت هني عشان انا لمحت ان في هنا هو نوت يبقى انا هنا هاخد any. كمل اللي بعديها. I like عادل but احنا اتفقنا قلنا ان كلمه but دي يبقى يجيب جملتين عكس بعضيها. طب نشوف هنا. I like عادل مين عليه الدور؟ يلا يا حسين. I like عادل he has a lot of fun. يا ترى هتبقى ايه؟ ها؟ بص لما يجي لك جمله زي دي في النص كده حط له الروابط كلها قدامك وشوف معنى الجمله هيمشي ازاي، يعني حط له سو معناها لذلك، شوف الجمله هتمشي ازاي، حط له بوكوز معناها لان، شوف الجمله هتمشي ازاي، حط له بط ما هي بط محطوطه، حط له انت وشوف الجمله هتمشي ازاي. بس شكرا. يبقى هنا اهو انا بحب عادل عشان عادل ده يعتبر واحد ايه فكاهي جدا. ماشي نشوف يوسف. He is a good at swimming. جدع. يبقى يا مستر محمد at هي جنى at
good at عكسها bad at. الاثنين دول يا مستر محمد يجي بعديهم الverb plus ing. طيب هات اللي بعديها. Our grandmother is 65 and she's هدى. Cold. يبقى she's cold. My mother ولا my father. My father is a doctor and my uncle is a doctor. Two. إن هي معناها أيضا. Student اللي هي number B. Students play games in the library, theater, museum, playgrounds. اللي له علاقة بالgames وبالstudents في نفس الوقت. Playground. عايش. هات اللي بعديها. No, there aren't. ثانية واحدة ندي للناس درجاتهم. يلا يا جنى. هنا بنقول No, there aren't books on the table. Any. Excellent. This is the room. نعم ما جاوبتش؟ طب يا سلام أنا آسف حقك علي. تعال هات 5. This is حل 2 يا سلام. This is the room. They have rest there. اللي ليه علاقة بالريست. أني واحدة فيهم بقى؟ آخر واحدة. آخر واحدة. بي. بي. آخر كلام. أنا عمالة مرجح. مجبني هنا بي. ليه؟ عشان أبوستروف إس بعد الإس. طب ليه ما خدناش أبوستروف إس قبل أبوستروف إس قبل قبل الإس؟ مش عارف؟ طيب بص هنا كلمة السر في كلمة زي. هما هنا كلمة زي بيتكلم على مدرس ولا مدرسين؟ مدرسين. لو أنت عملتها كده أهو تيتشرز كده أهو بالشكل ده يبقى انت تقصد أوضة مدرس واحد. لكن هي انا بجمعها بجمع كلمه تيتشر باس صح. طب انا عايز احط الابوستروفي احطها بعديها عشان كده انا هختار الايه اللي هي نمبر بي. لو اخترت نمبر اي في الحاله دي يبقى لازم تبقى هنا يقول له اي هاف اي حاجه بتدل على مفرد. اوكي فدي انا هحسبها صح بس ركز اكتر معايا. طيب كده انا باخد درجه. هات لي جنى. يلا يا دكتوره جنى. تو از سليب فور تايم in a tent. Camp. Camp طبعا اللي هي معناها يعسكر. خلي بالك بدأت تتكرر. I don't like TV after school. كريم. برافو عليك. يبقى هنا بعد like الفيرب يتحط له ing. كمل يا شباب معايا. How is the Cairo Tower? It's 187 meters. How old? كم عمره؟ أكيد لأ مش كم عمره يا حسين وهدي لك زيرو عشان تركز أكتر فيها. فطبعا هنا يا شباب خلي بالك برج القاهرة المفروض هاو هاي المفروض بس عندنا في الكتاب هنا يا كريم مديها هاو تول ذاتس أوكي. يبقى أي حاجة ارتفاع رأسي طول رأسي هاو تول. أوكي سمير بلايز فوتبول تنس باسكت بول. هنختار له مين؟ بط. طيب هقول لك على معلومة ما تقولش لحد عليها. طول ما هو عامل الفاصل ده اهي اهي شايفها اهي نتكلم كده بالبلدي تعرف ان في الاخر انت. ليه؟ لان هو بص بيحب فوتبول التنس والباسكت بول يبقى دول 3. طب صديقي بيقول لي امال لونج دي بتيجي مع مين؟ لونج لها استخدامين. يا اما اللي انا بتكلم فيها عن المدة الزمنية يعني اقول لك هاو لونج هاف يو ستايد ان شارم يعني كم المدة ان انت قعدتها في شارم. يبقى هنا بس عن مدة زمنية تمام؟ أو إن هي بتتكلم عن طول أفقي. طول أفقي زي طول تعبان، طول قطر، طول تمساح. يبقى هنا لو بتكلم عن التمساح مش هينفع أقول له هاو طول، أقول له هاو لونج إز ذا كروكودايل، هاو لونج إز ذا ترين. يبقى هنا لونج طول أفقي لكن لونج طول أفقي لكن طول طول إيه؟ رأسي. طيب مين عن الدور؟ يلا يا دكتورة جنى. It's important to stay online. سيف. خلي بالك في سيف بالاف وفي سيف بالفي. سيف بالفي ده هي معناها ينقذ او يوفر او يؤمن وهكذا. طيب يلا يا دكتور كريم انا مش عايز الاندرلاين. هات لي اللي تشوز على طول. الاندرلاين ده كله فيديو تاني منفصل لوحده. هات لي 30. Is a game played by two people on a square board. Chess. يبقى هنا chess ان هي نمبر A سي اللي هي الشطرنج. يلا يا عمر هتحل كل دول بقى لوحدك عشان تاخد الدرجات. عشان انت جاي متاخر. Our parents are proud of. ها طيب هقول لك على معلومه حلوه قوي ركز معايا فيها. ركز معايا في المعلومه دي يا شباب. اي حرف جر سواء يا حسين كان ان او اون او ات او اوف اللي معانا دي هيجي بعديها اوبجكت بروناونز ضمير مفعول. ايه بقى الاوبجكت بروناونز اللي هم يكونوا مي هم هير اس ذم ايه تاني يو يجي دول لكن عمرك ما
ما تجيب هي ولا شي ولا ات. يبقى اول حاجه انا هطلع ذي دي بره وهطلع اور بره، فضل معايا ذم واص، الاثنين دول ينفعوا. فانا بقول ان والدينا فخورين بنا، نحن نحن اللي هي بتتحول لميه، هو اللي هيقول ها وبتتحول لاص. برافو عليك، هات اللي بعديها كده، اول درجه انت كسبتها. هات اللي بعديها، يبقى هنا هتبقى اص يا شباب. We know it's the time for the next lesson when we hear the. احنا بنعرف ان ده next lesson لما بنسمع الباج ولا البل ولا البول ولا الدول. ال next lesson دي بتتحدد بناء على ايه؟ ها بناء على ايه احنا بنسمعه؟ على الباج ولا البل ولا البول ولا الدول؟ البل. برافو عليك، الجرس. يبقى احنا هنا لما بنسمع البل الجرس بنعرف ان دي حصه جايه. هات اللي بعديها برضو كمان يا عمر، كمل. Which lesson is after home on Sunday? Which lesson is after home؟ في كلمه هنا ماده الرئيسيه بتلزق في كلمه هوم. هوم ماث ولا هوم تكنولوجي ولا هوم جيراف ولا هوم ايكونومكس؟ طيب ايه اللي بيجي معهم؟ طب اكتب كده معايا، اقتصاد منزلي اللي هو اسمه الهوم ايكونومكس. اوكي يا شباب، دي ما تغلطش فيها خالص خالص. بعد كده هات لي اللي بعديها. انا لمحت بعينيها في اخر الجمله ان في كلمه لاست يير هي اللي هتحدد لي يا ترى محمد فيزيتد هوم ايكونومكس. هناخد نمبر دي. اوكي كمل معايا، هات لي نمبر 5. محمد his relatives in. انا طبعا كل ده يهمني كلمه لاست. اخد مين؟ خلصت visited صح، يبقى هاخد هنا نمبر A. هات اللي بعديها كمان، هاخد لك دي وبعد كده هريحك برضو شويه ونكمل الدور عشان ما يبقاش كتير عليك. There was a beautiful of the city from the top. beautiful A. عمر دورك. فيو. برافو عليك. طيب الفرق بين فيو سايت. طيب فيو ده انا بفتح مكان بشوفه، تمام؟ يبقى ده الايه المشهد على المكان. لكن السايت ده الموقع نفسه، يعني انا ببقى جوه الموقع ده، يعني مثلا زي السايت بتاع البناء مثلا، زي السايت بتاع التمثيل، زي السايت اللي انا بقى ده ببقى انا جوه الحاجه نفسها. لكن الفيو انا ما ببقاش جوه الحاجه، انا ببقى شايفه من على بعد. انت ممكن وانت جوه الحاجه تبقى سايت، لو انا من بعيد فاتح على شباك بقى هو ده الفيو بتاعي. اوكي عشان كده قال لي ايه؟ قال لي there was a beautiful of the city from the top. من الايه؟ هو هنا مش في المدينه، هو هنا على التوب وشايف السيتي من الايه؟ شايف الفيو بتاعه. الله ينور. هات اللي بعديها. is used to make water hot. مين ده؟ هات عمر. يلا يا عمر، يلا سهله. ها يلا انت حسين. عايز اخلصته بس اللي عليه. ها كيتل. كيتل اللي هو مش كيتل بقى، خليها كيتل. طيب is something you buy to remember a holiday. حسين سوفونير. الله عليك يا حسين. سوفونير اكتب عليها هديه او هدايا تذكاريه. هديه تذكارية. وطبعا انت بتختارها على طول يا دكتور كريم لما تشوف كلمة remember يتذكر. كلمة ده هي جنى، اول ما تشوفيها انت بتعمل يا حسين كله عندك في الفيديو، اقعد بقى روح في البيت كده اتفرج على الفيديو، قطع براحتك الحصة مفيش كتاب. خليك معايا، انت مع حد مختلف يا حسين. ماشي سيبك بقى من الكتابة والحاجات اللي انت بتكتبها المدرسين دول. What are you doing now؟ مين على الدور؟ سفندايا. What are you doing now؟ هتختار مين يا دكتور؟ What are your classroom class ايه؟ معلش work. class work يعني ايه class work؟ بص انا لا انا ما بفهمش انجليزي، ما بفهمش تمام، بس في حاجات صغيره كده يا جنى لو انا خدتها ابقى جريمه. اولا هنا هو في كلمه ار اختار له مفرد بعدها ازاي؟ ده مستحيل. واختار له هوم ورك بعدها ازاي؟ ده برضه ايه مصمم. خلاص class rooms. كلاس رومز. الفصول بتعمل ايه؟ الفصول ما بتعملش حاجه، ما مركون. كلاس ميتس اللي هم الرفقاء زمان. واحد. لا والله واحد واحد على دماغك. هات اللي بعده. يلا يا جنى.
ما انا بقول لك اهو، هي مساله وقت. انت هتخليني لا اما انسى الانجليزي واشتغل بياع فشار تمام، او بياع كبده ومخ. يلا بينا. هتشتري مني؟ ماشي. جانا فيزيت هير فريند بيكوز شي هاز، ده جانا اهو على اسمك، هاز ا لوت اوف هوم ورك. يلا يا عم كانت. طب تعالى نقرا الجمله. كانت فيزيت بيكوز شي هاز ا لوت اوف هوم. اه يبقى هي كانت. برافو عليك، عاش. مين؟ يلا يا كريم استعد، هات لي التست اللي بعده، تست نمبر 5 303. The rings when Alison starts بيل، اللي كان عمر بيحلها من شويه. عاش. يلا يا عمر استعد بقى، ناخد كام واحده كده جوا بعض. Is a game for two people، من شخصين. هتبقى اني واحده؟ هتقول لي فوتبول. Is a game for two people، يبقى اتنين جنين بيلعبوا مع بعض ولا بيشوطوا على بعض؟ ايه؟ تشيس. عايش. حتى اللي بعديها برضه عمر. The queen of England is very she has got many houses. حد عنده many houses يبقى هو poor ولا unkind ولا kind rich. هات اللي بعديها، قربت توصل اهو يا عمر. باقي لك ثلاثة. The queen of النادي خلاص. سمير and أمير. سمير وأمير حلو. Are they are brothers and age two. 12 توينز اللي هم توأم. هات اللي بعديها. يلا يا عمر قربت، بقالك 2. كمبيوتر يلا ده سهلين والله. كمبيوترز اند موبايلز ار اكزامبلز اوف، دول اكزامبلز للفود ولا تكنولوجي ولا سبجكتس ولا هوبيز. عايش. يلا بقالك واحده. هات اللي بعديها. اتس امبورتنت تو سيف اونلاين، تو سليب ولا تو سيف ولا تو سي ولا تو ستي. اني واحده؟ نو احنا قلنا انا وانت. طب ماشي، انا دي مش عازبك عليها عشان انا كنت شرحها قبل ما انت ما تيجي. سيف دي معناها ينقذ او يوفر او يدخر، ما تكتبش حاجه ما كده كده كله باين عندك في الفيديو اهو. هنختار مين؟ انا سهلتها لك اهو. انا سمعت كلمه سليب فانا اعتبر نفسي ان انا ايه، ده اوهام ادغاس احلام. هو اللي بيقولها بس كده. ستي هتنام على الاونلاين؟ حرام عليك، الله ينور. هات لي البيج بوس بتاعنا. يلا يا سحس. تو از سليب فور تايم اور ناتنت. اهي خلاص خلصت اهي. لسه كنا بنقول للناس هتتكرر اسئله كتير. يلا يا يوسف. A grandfather, grandfather arrives at 5 o'clock. Let's go to meet his him. اه his هي ملكه، لازم بعديها نوم. ماشي بالله عليك، حرام عليك انا لسه واخد دواء. يبقى هم تمام. طيب هنا your sister is your parents، niece ولا daughter ولا cousin ولا mother. هنا جنى، وركزي بقى يا جنى عشان دي حاجات بتتلخبط شوية. أختك ده هي بالنسبة لبابا تعتبر نيس ولا دوتر ولا كازن ولا ماذر؟ دوتر. هي بنته تمام؟ يلا يا كريم. We know it's time for the next lesson when we hear the قررت يا عمر اهي بيل. اتكررت سؤال عمر اللي كان قال لي عليه. أيوة. A baby bird is very it can't fly for many days. يلا يا عمر. Excellent. هات لي كابتن حسين. Computers and mobiles are examples of four. برضو السلسلة بدأت تتكرر. احنا عايزين نجيب كتاب تاني نحل منه غير ده. Computers and احنا ده قلنا تكنولوجيا. يلا يوسف. حسام أني واحدة؟ Trains. هي مش trains دي معناها قطارات؟ لا يدرب. طب ليه حط لها اس؟ عشان حسام ده هي والهي والشي والات بياخدوا اس. خد ثقه بنفسك ما تتخضش. طيب هات اللي بعديها يا شباب. يلا يا دكتوره جنى. You always stay up late. Stay up دي معناها يسهر. That is bad for your health. You shouldn't. يبقى هنا اهو حاجه وحشه فاقول له shouldn't. حتى لو لاحظت هتلاقي دي حاجه وحشه. Listen someone your name. ايوه اوعى تتلخبط. عاش. يبقى هنا اول ما قال له listen am is are plus verb plus ing. عمر. There any boys or حسين is something you buy
remember. احنا قلنا يا كريم من شويه remember يتذكر. خلاص يا مستر الكرر سوفينير. The meat which I like to eat is fish and rice. The meat which I always like to eat is fish and ليه بقى؟ هي صح. طيب يبقى هنا هو اللحمة اللي أنا دايما بأكلها أو دايما بحب اللي أنا أكلها تكون إيه؟ طب هي طبعا مش هينفع يت عشان دي في الآخر، يت بتحب تيجي في الآخر، وإيفري برضو بتحب تيجي في الآخر وبعدها طيب، وهاو أوفر طبعا أي هاو أوفر دي معناها مع ذلك برضو مش راكبة مع الجملة. طيب إيه كمان؟ تعالى نشوف 7 exam 7 يا شباب 309. They are هنا طبعا they are هنا وقفل sentence. They are brothers and are the same age. يبقى لما يجي يقول the same age اللي معناها نفس العمر او حتى لو قال لي aged يبقى انا هختار له مين يا دكتورة؟ twins اللي هم التوأم. كريم reading and chess are my favorite hobbies اللي هي الهوايات. I football on Fridays. I play football. عاش. هات اللي بعديها. He has got long hair. حسين. Straight اللي هي number B اللي هي معناها ناعم أو مستقيم. Look at your new to know your lessons. هبص لمين عشان أشوف lessons. التايم تيبل. عاش. يبقى كده الناس في الراوند ده ما حدش ناقص فيه. يلا يا جنجونة. Arabic and English are languages and subjects. يبقى أنا هنا هو الأساسي إن هما languages ولا subjects؟ languages. عاش. يبقى هنا هو الأساسي إن هما مين؟ هما الأساسي إن هما لغات يا كريم. إحنا بقى بندرسهم ده موضوع تاني لأن في بعض البلاد ما بتدرس إنجليزي. تفهم إزاي؟ يعني في بعض البلاد ما بيحبوش إن هما بيدرسوش عربي أكيد يعني. طيب نكمل من على الدور. يلا يا دكتور كريم. Friday is day for me. I always visit my relatives on it. Zero. Typical. يبقى هنا هو ليه بقى typical؟ typical معناها تقليدي. يبقى لما تيجي اكتبها ما فيش مشكلة. لما تيجي كلمة typical دي مثلا هتلاقي في كلمة always. كده بقى في منافسة ما بين جنى وكريم وعمر. طيب ولسه يوسف برضو وحسين وحسين بيقرب اهو ما شاء الله ده كله ما شاء الله كله صح. وهنا برضو الراوند ده صح. طبعا انت الوقت اللي جاي ده كله مش هتلاقي فيه غلطات. ليه؟ هتلاقي الاسئله كلها بتتكرر وانا عندي اغلط هنا في الحصه بس ما اغلطش في الامتحان فانا عادي جدا اللي بيغلط عادي. بس انا زعلت منك لو انت غلطت في نفس السؤال هو هو في نفس الحصه يبقى انت كده مش مركز معايا. يلا بينا مين علي الدور؟ حسين. عمر يلا يا عمر. هي فوتبول افري داي. بليز يبقى هنا هو لما تشوف every اختار له ايه؟ اس او انفينيتيف. يلا يا حسين. They watch TV at night. Aren't. زيرو يا حسين. تعالى يا حسين بقى عشان نشرح دي. بص يا سحسي يا صديق الطفوله مش انت شايف watch دي يا حسين؟ شايفها؟ بص عليها كده شايفها؟ طيب بص يا حسين watch ده هي لو فيها ان جي اختار ام ويز وار وانت ضميرك مستريح او ويز وير يا عم فوق البيع اهم. لكن انا دم طول ما شفت واتش ده هي انفينيتيف يا كريم انت عندك 7 حاجات تختار حاجه من السبعه دول. ركزي يا جنى ايه هم السيفن دول؟ دو وداز وديد ودونت ودازنت وديدن. دول كام؟ 6 باقي 7 صح؟ باقي السابع اللي هم مين؟ المودلز اللي احنا لسه قايلين عليهم من شويه كان كود شال شود ويل وود. يبقى لو انت شفت واتش ده هي انفينيتيف بتختار لهم حاجه دول. يبقى اول حاجه هتخش تحذفها في الجمله isn't to aren't. ليه؟ لان isn't to aren't دول لازم watch يبقى فيها ing. فضل عندي doesn't to don't. مين اللي تحدد زي؟ يبقى انا هختار مين؟ don't. عايش. يلا يا سفنداي. You got خلاص كلمه got اتحسم الموضوع لا اما have لا اما ايه؟ عايش. هتختار مين مع يو؟ الله ينور. ينفع دو؟ لا. الله ينور. طيب ركز يا شباب. يلا يا دكتوره جنى احنا كده نقفل الفيديو ده. تعال نقفل الفيديو ده ونبدا مع بارت جديد لفيديو جديد من اول اكزام 8 مستنيك.